مصحى مع حلب يا شباب. على دي على دي على ماشي يا شباب. على دي ماشي. تفضل يا شباب. تفضل على دي على دي على دي على السلامية على السلامية على السلامية. تفضل على السلامية على السلامية. تفضل على السلامية على السلامية على دي ماشي على السلامية. على حلب 100 ليرة يا شباب. على حلب 100 ليرة يا شباب. قرب لعندي يا شباب 100 ليرة على حلب. على حلب يا شباب 150 ليرة. على حلب يا شباب. على حلب 150 يا شباب. على حلب على حلب 150 ماشي يا شباب. وين راح استاذ؟ على حلب؟ هي على حلب. لك شرف معي عنا رحله طالعه دغري هلا. انو شركه؟ ابو حمدي تورز. باص مكيف ومقاعد بتقلب لورا. نحن طالعين على حلب استاذ. ناكل باص عند التفتيش شركه ابو عامر تورز احدث الباصات. تفضل تفضل تفضل. طول بالك فيك بدك بايدك فيك. استاذ رح يمشي الباص؟ يمشي شو اعمل له؟ رح اخذ لك شناتي على الباص استاذ. لك تعال هون هات الشناتي بايدك هات. اسمع مني استاذ، باصنا سريع كثير وفي فيديو تلفزيون بقلبه. ها استاذ استاذ، ونحن عم نحط احدث الافلام. على فكره اليوم حاطين التايتانيك وحب فوق هضبه الهرم. ونحن حاطين مرايا وعيله خمس نجوم استاذ استاذ. نحن عنا مي بارده كل الطريق. نحن بنقدم سكاكر ونوقه وكعك بعجوه. لك العمى ما قرصكم تريك. طلعتوني والله طلعتوني تريك استاذ. اسمع مني، الباص رح يمشي. ها استاذ باص مشي. تريك البنت تايبه بتاعتك. طول بالك يا استاذ. الله الله يوفقك. طول بالك. شناتي بايدك يا عم. طيبه هاي شناتي وهي بنتك. وانا بشوف تصرفي مع البني ادم. امشي منتهى امشي امشي بقى بتاعك. لك كم مره قلت لك انا لا تسرق زبايني مني انا؟ هلا مو انا حجزت قبلك. تنزل ايدك، انا سبقتك على التاكسي وحجزته قبلك. هلا لا تاكل هوا ولا استري لك. وصل اصبح الكبح. العبا العبا ارجيني وشك، بس ارجيني انا وشك. لا يا شباب لا يا شباب. هاي رايح لا على حلب ولا على جهنم. بتركك رايح على هطا يا اخي. شباب شو حقنا؟ ما حقت شي. هل عني العمى ما اغلصك؟ امشي والله عمره. عمى ايه وبعدين؟ لك يا اخي خبرني بالمختصر، اخذوهم على المخفر؟ طيب طيب ولا يهمك، انا رح اتصرف. ماشي الحال، الله معك مع السلامه. خير ابو حمدي شو القصه؟ والله يبدو انه ابو عامر وجماعته ما رح يزوقوا على دمهم وناويين يبلشوا بالغلط. ليش شو عاملين؟ متعاركين مع واحد من الشباب يلي عنا. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين ابو حمدي؟ والله ما بعرف، بس بدك الصراحه يا امين هي مو طريقه ابدا. يعني إذا بدنا نضل هيك عم نتخاطف زبون مخاطفة وكل يوم بدنا نعمل مشكلة مع شركة شكل، فهالشي رح يكركبنا، رح يخلينا نرجع لورا. معك حق، والمفروض نبتكر طريقة جديدة لجذب الركاب. ولك أنو ركاب هدول؟ لك مالك شايف الحالة؟ ولك يا أمين في أيام عم يطلع الباص على حلب أو على اللاذقية بأربع خمس ركاب، بقى وين صارت هي؟ هو كمان الشركات كترت وصارت مثل الهم على القلب، يعني إذا كل ساعة بيطلع 10 باصات على حلب، بقى منين بدهم يتعبوا هدول؟ طيب انا اجتني فكره، الشركات الثانيه شو عم تقدم للركاب؟ عم بيقدموا السكاكر، والشركات عم تقدم نوبه وشي من هذا مو اكثر. عظيم. طيب شو رايك نصير نقدم نحن شاي للركاب؟ يعني كل الشغله على بعضها ما بتكلفنا اربع خمس ورقات، بس بهالطريقه بنضمن اسم منيح للشركه. والله يا معلم فكره كثير معقوله، وبيني وبينك كاسه الشاي على طريق السفر بتسوى تقلى ذهب. هاها بقى الله يرضى عليك يا امين. روح هلا دق لي قرار بتوزيع الشاي على الركاب وجيب لي حتى اوقع لك اياه. حاضر يا معلم. شاي؟ عم بيقدم شاي للركاب؟ العمى منين طلعنا بهالنف يا اخي العمر؟ هالفكره اذا قدم شاي للركاب العالم رح تترك باصات الدنيا كلها وترقد على باصاته. إيه شو الناس مش هي كاسه الشاي؟ العمى شو هالتفكير الناقص؟ بس تعرف لخليل؟ فعلا كاسة الشاي وفنجان القهوة بالسفر بتسوى تقلى ذهب. معناتها خلينا نقدم قهوة للركاب وبلا هالكيلو البن كل سفرة، شو هالشغلة يعني؟ وانت قلتها لخليل، وغير هيك القهوة أكابرية أكثر من الشاي. روح دق لي قرار توزيع القهوة على كل الركاب وجيب لي إياها لوقعه بسرعة لشوف. حاضر معلم. شلونك يا حبيبي؟ سلامتك حبيبي. يا
على راسي. الشاب هون عيني؟ وصلي لو سمحت. بس عاطري على راسي. شلون قهوتك حبيبي؟ حلوة إذا بتريد. إي الله. شلون قهوتك حبيبي؟ سادة. سادة على راسي. هون الشباب شو بتمرونا؟ وسط بلا هيل. وسط بلا هيل، الشاب كمان حبيبي متلك الله يخليك. الله يخلي لي إياك. تسلم. شلون قهوتك عيني؟ وسط. الشاب؟ خلي لي إياك سادة بس يا ريت تغليها شوي. إي على راسي. خلي لي إياك. قهوتك حبيبي؟ نعم معلم. سمعت آخر الأخبار يا أمين؟ لا والله معلم خير. قال شركة أبو عامر عم توزع قهوة على الركاب. إيه مزبوط، من امبارح بلشوا ضيفوا قهوة. لكن عم على الصرعة، ضروري شو ما عملنا يقلدونا؟ لك كل فكرة منطلع فيها ومنطبقها عيارة يومين وبس، وبعد يومين بتلاقي الكل عم يعمل نفس الشيء. يا أخي ما بعرف ليش الناس بتحب تقلد بعضها وما لها مروة تفكر أو تبتكر شيء جديد على الإطلاق. إيه بس ما بصير هيك معلم، لازم يكون في بالبلد حقوق للأفكار. حط بتخرج حقوق للأفكار، لك مين راكد ورا هيك شغلات؟ المهم هلأ شو بدنا نعمل؟ نسكت له لأبو عامر ولا شو نساوي يا أمين؟ فشرت عينه، قال نسكت له، قال معلم أنا عندي طريقة جديدة ما بيقدر يفكر فيها مجرد تفكير. هات نورنا لشوف. طالما هو عم بيقدم فنجان قهوة لكل راكب، ليش نحن ما منكون أحسن منه ومنقدم فنجان قهوة وقطعة بتيفور لكل راكب؟ يا حبيبي على الفكرة المعدة، ومنين بدنا نلحق حق بتيفور؟ يعني ما بقى غير نغدي الراكب ونعشيه ونحطه على كتافنا كمان، كتير شايفنا عم نربح لحتى نقدم بيتيفور ودراب السخن. معلش معلم، الشغلة بدها شوية تضحية، وإذا ما عملنا هيك ما بنكسب السوق بحياتنا. ماشي الحال. روح دق لي قرار البيتيفور وجيب لي إياه حتى أوقع لك إياه. حاضر معلم، ربع ساعة بيكون عندك. الله يخرب بيته يا أبو حمدي، كل يوم والتاني بيهز لي بدني شكل. ليش بقى؟ خير ان شاء الله. هيك بغار مني بطقطقي، كل ما ساوي شغله بيعلدني فيها. شو عمل اخر شيء؟ لانه لما صرنا نقدم قهوه للركاب عمل مثلنا، صار يقدم قهوه للركاب. مو بس هيك، طلع معه الكرم فجاه وصار يقدم قطعه باتيفور مع كل فنجان قهوه. اي اسطفل، وليش انت محرور كل هالقد؟ يعني معقوله زباينك يركضوا ورا باصات ابو حمدي مشان قطعه باتيفور؟ زبايني يعني زبايني دول، خليها لله أحسن. لك عم نسحب الزبون من الطريق مثل ما بيسحبوا الشعرة من العجين، والباصات مكومة تكوين بالكراجات. لا وهلي معه مصاري عم يركض ركض ويفتح شركات نقل. اسمع أبو عامر، أنا عندي طريقة إذا بتطبقها تمسح ومسح لأبو حمدي، مو بس أبو حمدي، بتمسح كل الشركات اللي عم تتنافس أنت وياها. إيدي بزنارك، سعفيني فيها. ليش ما بتفكر بطريقة حضارية أكتر وبتساوي مثل شركات الطيران؟ ما فهمت شلون يعني؟ أنا بقترح عليك مضيفات بدل المضيفين، وساعتها شوف يا أبو عامر كيف الناس رح تركض ركض على باصاتك. هيك قلتي؟ ليش لا؟ والله فكرة. لك شلون ما خطت بالي من أول؟ بس تعي لقلك، منين بتجيب مضيفات؟ منين يعني؟ جيب هالموظفات اللي على قطع التذاكر عندك وحطهم مضيفات، والمضيفين اللي كانوا بالباصات شغلهم بقطع التذاكر. والله معقول كتير، بس المشكلة إن الموظفات اللي عندي ما كتير حلوات، يعني ما في على وشهم ضو، فايتين بالحيط. لك يا سيدي، مين عم بيميز بهالأيام؟ المهم بنات وشو ما كانوا يكونوا. قلتك شعبنا بحب البصبصة وطق الحنك. وين خليل؟ قوم دقلي قرار تعيين المضيفات وجيب لي لوقع بسرعة. أمرك. اخ يا معلم، اخ شو مشتي شوف شكله لابو حمدي لما رح يدرى انه عيننا مضيفات الباصات تبعنا. يا علي الحلال علي الحلال، ليت تركب وتنقلب صحنته فوقاني تحتاني. ومن غير شيء صحنته مقلوبه ووشه ما عم بيتفسر، بركود بسرعه. هوا معلم.
اخبار الشغل ابو عامر تمام؟ تمام وبس؟ اي مالك علي يمين ان من وقت ما عينا مضيفات بهالباصات كفتت علينا الركاب كفت، وفيك تقولي يعني تقريبا زاد ايراد الشركه 50%. مشان تعرف قديش افكاري مفيده وعمليه. تسلمي لي انت وافكارك. وما قلت لي شو اخبار شركه ابو حمدي؟ المسكين عم بيضرب اخماس باسداس ومو طالع معه شيء، والشغل دائر واحوال الشركه كل ما لورا. طيب بركي قلدك هالمرة وحط مضيفات بباصاته؟ ولا يهمك، أنا عامل حسابي لهالشي، يعني بين يوم وليلة متوقع ياخد هذا القرار. يعني ساعتها شو ممكن تساوي؟ ساعتها بسرح كل الموظفات اللي عندي وبجيب بدالهم الموظفات ملكات جمال وبشغلهم عندي مضيفات. لا والله يا حبيبي ما حذرت. ليش بقى خير؟ أنا وافقت لك تحط مضيفات لأنه موظفاتك استوكات وشكلهم غلط، اما انك تجيب لي كل وحده احلى من الثانيه فهي بعيده عن اسنانك. اوف 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 اوف، ليش عم تحكي معي هيك؟ لا تنسي انه هذا شغلي يا ام عامر. بلا شغلك بلا بطيخ مبسمر، انتوا رجال مالكم امان. بكره بتترك لي شغلك بالمكتب وبتلزق لي بالباصات ورايح جاي على حلب ولادقيه، بحجه شو؟ بحجه انك عم تشرف على الشغل. هلا انا هيك؟ واكثر. خلاصه الكلام لحد هون وبس، ولا بقى تفتح لي سيره المضيفات منوب، هي عم فاهمك من هلا. وبعدين معلم، معقول نشوف ابو عامر عم يلهف في الركاب ونقعد نتفرج عليه؟ خليها لله يا امين، قسما بالله هالشغله رح تجيب لي الجلطه. طيب انت شفت حسابات الاسبوع الماضي؟ شفتها، شي بيقمط القلب. لك في رحلات ما عم ترسم المعنى يا امين. بتعرف انه الاسبوع الماضي طلعت على حلب 5 رحلات براكبين او 3؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وبعدين ابو حمدي؟ والله ما بعرف، بدي افكر بالموضوع. ايه بس لازم تفكر بسرعة، لأنه البساط عم ينسحب من تحت رجلينا ونحن مو دريانين. هلأ لا تزيد على قلبي، شو طالع بإيدي أعمل يعني؟ ولو معلم، بيطلع بإيدك كتير. هات أشوف. مثل شو؟ ليش ما بنعمل مثله معلم؟ كمان نحن مو قصيرين حربة نجيب مضيفات على باصاتنا. لا ومو بس هيك، نحن بإمكاننا نجيب نمر أحلى من اللي عنده. يا قسما عظما ما في عنده مضيفة بتقول للقلب طوق. أنت بس عطيني الضوء الأخضر وشوف الشقف اللي رح جيب لك إياها. شو معلم؟ عطيتني ضوء اخضر؟ لا لا استنى شوي، لا عطيتك لا ضوء اخضر ولا ضوء برتقاني. ليش معلم؟ لك شو ليش؟ هيك موضوع بده دراسة وتأني وصبر وروية. يعني مفكر الشغلة سهلة انت التاني؟ هيك قرار لازم يندرس منيح ويتخمر مزبوط ونمهد له شوي ورا شوي. اوف، وليش التمهيد معلم؟ مشان ناخذ الموافقة. بس على حد علمي هيك موضوع ما بده موافقة. هي ابو عامر جاب مضيفات وما حدا قال له شيء. لك يفضح ريشك شو بهو، مو قصدي الموافقات الرسميه. لك الموافقات شو معلم؟ لك خلص امين خلص، يفضح ريشك شو بتنق. قلت لك اترك لي الموضوع كم يوم لادرسه منيح وجيب الموافقه، ليش بصلتك محروقه انت؟ ماشي معلم مثل ما بدك. شو هاد؟ مضيفات؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. ليش شو فيها يا ام حمدي؟ شلون شو فيها؟ لك شو انت بدك تفضحنا؟ بدك تساوينا علكة بلسانات الناس؟ شي حلو يا ام حمدي. الدنيا اتطورت وصار الموضوع عادي كتير، يعني البنات عم يبيعوا بالمحلات، عم يقدموا قهوة وشاي بالمطاعم الراقية، دخلوا بكل المهن مثل السوس، وبصراحة بيلبقلهم. ونحن لازم نماشي عصرنا، ولا بيقولوا عنا متخلفين؟ ها يقولوا لا يشبعوا، هيك شغلة لا تحلم فيها منوب. ايه بس ما بصير هيك يا ام حمدي، كمان نحنا بدنا نشتغل ونسترزق. تسترزق من ورا المضيفات؟ ولك اخ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. سعري بسعر ابو عامر يا ستي، ومو بس ابو عامر، بكره بتلاقي كل شركات البولمان حاطين مضيفات. اي اسطفلو، نحنا علينا من حالنا وكل عنزه معلقه من كرعوبه. هلا انا لحد هلا ما عرفت شو سبب رفضك للموضوع، مع انه الشغله حضاريه كتير. لسه مو عارفان شو السبب؟ شو نسيت حالك شو عملت من سنتين؟ هلأ لسه بدنا نعيد ونفتق بالقصة؟ أوف، هدي كانت نزوة. بالله شو؟ وشو بيضمن لي إنه ما تجيك نزوة تانية؟ لا ولا يهمك، ما رح تجيني. روح عنا يا، روح، انتو رجال مالكن أمان منوب. والخلاصة هلأ خليني أرسي على بر يا أم حمدي. الخلاصة إذا بتوظف عندك بنت وحدة بالشركة أنا بترك البيت وبمشي، فهمت ولا لا؟ فهمت يا روحي، فهمت. ايوه هيك احسن.
شو معلم؟ طمني، فكرت بالموضوع؟ يا سيدي فكرت ولقيت الحل. يعني رح ننزل المضيفات برحلاتنا؟ لا لا، لقيت حل أحسن منه بكتير. شو هو؟ رح تعرفه بوقته. امسك هلأ هالورقة ومزير على السوق اشتري لي هالغراض. بدك تحرك بسرعة روح. حاضر معلم حاضر. سيداتي وسادتي، والآن نقدم لكم مطرب الباصات والبلمانات والمكاري أديب المدلل، فرحبوا به. الله محيي المدلل، كف تحية للمدلل يا شباب. الله محييك يا أستاذ. يسعد رب الشباب عبو هوا، يسعد رب الشباب عبو هوا، مثل السمك بالمي اركض وراهم، مثل السمك بالمي اركض وراهم. يسعد رب البنات عبو هوا، يسعد رب البنات عبو هوا، مثل النعنع بالشاي يوم ما شفت لي هالتجربة بقى؟ نجحت ولا ما نجحت؟ يا عيني عليك يا معلم على هالفكرة، نجحت وبس، كسرت الدنيا والناس عم توقيت سفرة على البولمان اللي في مطرب. معناها دقوا لي قرار تعيين مطرب وعازف بكل باص من باصاتنا، وبهالطريقة هي لا منكون ضاربنا على حدا ولا قلدنا حدا. يلي بده يبصبص بيطلع بباصات أبو عامر، ويلي بده يسلطن وينطرب ويسمع مواويل وعتابة لايف طول الطريق بيطلع بباصاتنا، وهيك منكون قسمنا السوق بيننا وبينه اسمة عدل. مزبوط ولا لا؟ مزبوط معلم، بس منين نلحق مطربين لكل الباصات اللي عنا؟ فعلا انه تفكيرك محدود ومخك ضيق يا امين. ليش معلم؟ يعني فكرك من كل عقلك رح نجيب مطربين وندفع له مصاري؟ لكن منين رح تجيب معلم؟ الشبيحة يلي عنا، يلي كانوا يتخاطفوا الركاب، يلي كنا نوزعهم برات الكراج حتى ينادوا على حمص وحما وحلب ولادية. قسما بالله كل واحد منهم عليه جاعور وباجوق، فشلوا مطربين الإذاعة قدامهم. أمان 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 يا يابا. نوبك نوبك وقر النسب وغيابك. الله يا أني بحبك ودار الناس بغيابك يا الجواب.
حق ساحر كل أشعارك حلوة الرسام بفنك ماهر شاطر 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 يا عيني شاطر حلو كلامك سلام يا نجيب أهلين وسهلين أخي نوراس أهلا وسهلا ومرحبا يسعدني صباحك بدي شي مصنف صحابة الله يخليك لك مو تكرم عينك على عيني وراسي يلا هاي مصنف سحاب أخي تفضل إيه والله يستمر والدين ما بدك ظرف تحط فيه المصنف إيه والله ما في مانع على عيني وراسي تكرم شواربك حبيبي هاي ظرف إيه يا ترى ما بدك طوابة لا 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 ما بيلزمني أبدا شي شلون ما بيلزمك بقى شلون بدك تساوي المعاملة بلا طوابع إيه والله ستك إذا بدك تتطلق من جدك لازم تلزق طابع بقى تأكد منيح أخي نوراس إلا ما يلزمك طوابع يعني الدولة لما أصدرت الطوابع ما أصدرتها مشان تتفرج عليها أو مشان توزع على الذكرى دولة هاي ما بتساوي شي بلا طعمة سلامة عرفك نوراس إيه بس أنا ما عم ساوي معاملة أنا عم طالي وراء مشان السفر سفر؟ ليش لوين مسافر يا مهوين؟ على الخليج إذا الله راد أوف وليش لحتى سافر على الخليج؟ يعني ليش بيسافر العالم لهني؟ صاح لي عقد عمل وبدي روح اشتغل ليش قلة عمل هون لتروح على الخليج نوراس يعني عدم المؤاخذة هاي انت متوظف وظيفتين وعم تقبض راتبين بآخر كل شهر بقى شو بدك أحسن من هيك حبيبي دخيلك ودخيل الراتبين إذا بدي ضل عايش على الراتبين بحياتي ما رح جمع حق بيت يعني بفهم من كلامك إنه شغلك هنيك رح يجيب لك حق البيت طبعا إذا الله وفقني خلال 3 سنين بقدر جمع حق بيت على قدي وأرجع ايوه فهمت عليك والله اذا كان هيك الحق معك سافر اخي نوراس سافر ولا ترجع روح بلا رجع ان شاء الله لا ترجع الا وحق البيت بجيبتك لانه لازمك بيت انت لازمك ومو معقول تضل مشنطط بالاجار طول عمرك ما بتوصيني بشي من الخليج عمي ابن جي لا والله ما بدي الا سلامتك بس وينك حبيبي يعني اذا صح لك شي عقد عمل هيك لعمك ابو نجيب وانت هني إيه لا تنساني ليش كمان انت بدك تسافر على الخليج ايه بسافر وليش لحتى ما سافر خليني انا التاني اتبهنك لي بقرشين قبل ما انطمر بهالجوره حرام يعني اذا تبهنكت تكرم عينك عمي ابن نجيب خلص اذا لقيت لك شغله مناسبه ببعث لك فاكس من هنيك لا حبيبي لا الله يرضى عليك انا لا بفهم لا بالفاكس ولا بالماكس ابعث لي مكتوبه بيمشي الحال ايه على راسي قديش حق الظرف المصنف حاجتك 25 ورقة اخطي انت بدك تتغرب وتتمرمط على بين ما تجمع لك كم قرش يا على راسي شري يسلم وهديات ومعوضين ان شاء الله الله معك مهوني وينك وينك ضب ايدك منيحة غربة هي مو رايح تشمها وانت يعني قد ما فيك تغب مصاري غب وقد ما فيك تنشح على حالك انشح بدي انشح الشغلة مهوني ابو النوارس الله معك حبيبي مع السلامة نجيب يا ام نجيب نعم نعم وين الشاي يلا حاضر ها يسلموا ديات يا رب الله يسلمك من ايد من عدمها خلينا اياك بتعرفي يا ام نجيب هالنورس قدع وقبضاي وقت حاله قسما بالله عجبني تماما وليش بقى شو ليش لانه رايح يتغرب ليأسس حاله ويشتري بيت لانه معلومك البيت عنا حلم ممكن حكايتي بريد وتنبال وفاتح تمي للهوى وبدي من رب العالمين يسلت لي اللقمة بنص تمي وهي مربوطة بخيط يعني صار لي مبلط بمحلي أكثر من 30 سنة وما كنت أعرف أسس شيء ليش شو ناقصنا يا أبو نجيب هي عايشين ورضيانين والحمد لله وعين الله علينا وهي أنت ما شاء الله حولك شغلك ماشي فوق الريح فوق الريح قريت الريح تسفقني سفق يا حق قال فوق الريح قال يعني هالمحل يلي قد عين العقربة بتعتبري حلم عمري وأساس حياتي هلأ لشو كل هن عطيني من الآخر لحتى أفهم عليك ها ها يا ستي أنا عم فكر أعمل مثل نوراس يعني شو المانع إذا سافرت لي 2 3 على هالخليج وصمت لي كم قرش نطاف حتى أقدر وسع فيهم المحل لا سيدي ما بدنا نوسع شي بعدين مو حلوة بعد هالكبرة تسافر وتتشنطط
اصلا يا ابو نجيب شو بقي من العمر؟ يلا نقول حسن الختام. حسن الختام؟ دخيلك دخيلك انت وهالملافظ. لك شو شايفتيني هرهرت وصرت على حافه قبري؟ قسما بالله لحد هلا اذا لبطت حدا لبطي بتهد الجبل. قوم البط شي شغله قدامك رح تصدقي. قوم. لا عود هلا لا تلبط شي بلا ما ينكسر حوضك. مصدقتك بس بدي اياك تنسالي قصه هالسفر. يعني بدك الحقيقه انا ما بقدر على فراقك. ايه هيك ها؟ شفتي محلاكي؟ قولي هيك من الاول بس لا تقليلي كبرت وهرهرت. اي والله لا كبرت ولا شيء ما كبرت. شاطر يا عيني شاطر، حلو كلامك ساحر، كل اشعارك حلوه، فنان برسمك ماهر. شاطر 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 شاطر. مرحبا عمو نجيب. اهلين ماهر ماهر. الله يعطيك العافيه. اهلين ماهر. سلم عليك الماما امبارح شافت شنتاي عندها. ايه والله اجت عندي وشافت شنتا. اعطيني اياها. ايه على عيني وراسي. الك هي ولا لاخوك؟ لا شو لي لاخي. لاخوك الصغير؟ لاخي الصغير. اها معناتها القياس اللي شافته هذا السمول. شو اللون بتريده؟ على ذوقك. طيب خذ هذا فوسفوري، صحيح جاعر شوي بس الاولاد بيحبوا هيك الوان. تسلم يسلموا الديار. اهلين حبيب قلبي. قديش حقها؟ 50 ليره. اي على راسي. اهلين وسهلا. شلون الماما؟ الحمد لله بسلم عليكم. الله يسلم معك. تفضل. هات هات يسلموا الديار. شكرا شكرا حبيب قلبي. تعا 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 خذ مصمصه على الطريق. يسلموا الديار. اهلا وسهلا حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه. الله معك. اهلين وسهلا. مرحبا يا ابن نجيب. اهلين وسهلا اخي نوراس. يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. امتى كان القدوم؟ الله يسلمك. والله من حوالي 20 يوم بس مسافر بعد جمعة. شو الحكي؟ مبين الرجعة قريبة. شو بالظاهر ما تجمع معك حق البيت؟ اكيد ما انشحت على حالك مثل ما وصيتك انا. لا لا عم يا ابن نجيب مو هيك القصة. لاني انا اشتريت بيت والحمد لله. إيه عظيم كتير. الف مبروك ان شاء الله تسكنوا بالهنا يا حق. بس ما قلت لي ليش بدك ترجع على الخليج؟ قلت لحالي بتغرب لي كم سنة زمان مشان اشتري سيارة مثل خلق العالم. والله اذا كان هيك معك حق لانه لازمك سيارة انت. يعني هالفصعين اللي عم يركبوا سيارات بشو احسن منك؟ اللي سيد نوراس. سيدي الله يقدم اللي فيه الخير. اعطيني مصنف سحاب وظرف اذا امكن. ايه على عيوني وراسي. تكرم عيونك. بتعرفيني انت منيح يا نجيب. انا مالي خفيف وحكمي على الناس دائما بيزبط وبيطلع بمحله. وشو مناسبة هالحكي هلا؟ المناسبة انه هالنورس خرط مشطي تمام. لانه بالفعل شاب مكافح وشغيل وعم يتعب على حاله. وهيك دائما انا كنت اقول عنه. انت قول انه راكد على الدنيا بايديه ورجليه وما في شيء معبي عينه بيكون احسن. لا يا ام نجيب ليش عم تحكي عن الزلمة؟ ليش مو من حق كل بني ادم يحسن ظروفه؟ والبني ادم طموح طموح بطبعه. والزلمة حابب يركب سيارة والفرصة قدامه يعني بيتغرب له كم سنة زمان وبيرجع بأحلى سيارة. معلومك السيارة ببلدنا حلم. سيدي الله يهني نحن شو قلنا عليه؟ ما قلنا عليه شيء. الله يهني بس الحسرة علي أنا. يو ليش كمان أنت بدك تركب سيارة؟ سيارة ولك ريتني اركب خشبة اركب عصاية اركب سحارة بيكون احسن. ولك يا حسرة علي وميت حسرة. اي والله اذا بضل بكارثماني وعم بيع طوابع مصنفات لمدة 30 سنة تانيات ما بقدر اشتري طرطيرة مو سيارة. على كل حال نحن مو لازمت لنا السيارة. عيني من كتر مشاوير ما اللي مقتلي بعضها دخيلك انت ما بتعرف تسوق ولا معك شهادة سواقة لشو كل هالعي ابو نجيب. صحيح بس وقت بتحضر السيارة مستعد اتعلم السواقة بعشرة ايام. يو لسه بدك تتعلم كمان؟ لك يا ابو نجيب ما بقي بالكرم الا الحطب شو بنا؟ ايه بس 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 خلص بقى روحي عنا يا. اصلا انت هيك دائما روح قلبك تكسري مقاديفي وتنفسيني مثل الدولاب وتذكريني باني كبرت. لا عسلامتك انت ما كبرت لساتك شب ولبطك بتهد الحيط. انا اللي كبرت وهرهرت. مو هيك يا ام نجي؟ انت يلي كبرتي مو انا لبقتي تخربطي. مرحبا عمي ابو نجيب. مين؟
نوراس، ما نوراس. اهلين وسهلين نوراس. اهلين يا عمي ابن نجيب. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، شو شايفك بحارتنا؟ اي والله كنت جاي ودي على الوالدة، قلت لحالي بمر بسلم عليك لاني مسافر بعد كم يوم. ليش ناوي تسافر كمان؟ اي نعم اذا الله راد. ايوه طيب عدم المؤاخذة، يعني انت ما اشتريت بيت وسيارة هيك يعني تيسرت امورها؟ صحيح، بس الحقيقة لازمني راس مال صغير لحتى ابدا شيء مشروع هون، لانه بمعلومك اي مشروع مهما كان صغير بيضل حلم بالنسبة للرجال. ولا بدك يعني ارجع على البلد واقعد لا شغلة ولا عملة؟ لا طبعا لازم تفتح مشروع، بس عدم المؤاخذة، انت هيك رح تقضي كل عمرك بالغربة ولك ابني. ايه شو بدي اعمل يا ابو نجيب؟ الحياة صعبة ومتطلباتها كثيرة. وكم سنة رح تغيب هالمرة؟ لا هالمرة ما رح طول، شغلة 4 سنين وبس، وان شاء الله هي رح تكون اخر سفرة. حاجتي ابو نجيب، حاجتي، تعبت من الغربة وصار لازم ارتاح. ايه والله، ايه والله الحق معك. الغربة بتضني ولك ابني، بتضني. بتوصينا بشي عمي ابو نجيب؟ مهونة ابني، الله ياخذ بيدك يا نوراس، مع السلامة حبيبي. يعطيك العافية عم. أهلين مور. شو ما عرفتني أبو نجيب؟ أنا نورس أبو مخ. ولك أهلين أهلين نورس. لك يا ميت مرحبا، لا تأخذني يا ابني، العتب على النظر، شفت عينك، كبرنا وهرهرنا. على سلامتك عمي أبو نجيب، أهلين وسهلين. أهلين وسهلين حبيب قلبي. شلونك نورس؟ شلونك انت؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله تمام. بلاقي عندك مصنف سحاب وظرف. مصنف سحاب؟ اوعى تقول لي انه بدك تسافر يا نوراس. ايه والله بس ان شاء الله هي اخر سفره. خلاص ابو نجيب حاجتي، تعبت، صار معي سكري وتضخم بالقلب وزوغان بالعيون والتهاب مفاصل، هالغربه هدتني هد. طيب طالما هيك شو الله جابرك على السفر انت؟ بروك بقى على يطاك، بروك، ارتاح، هاي ما شاء الله كان، أمنت البيت، أمنت السيارة والشغل، يعني كله على حد علمي، يعني صار تمام ما هيك؟ صحيح، بس لازمني قرشين لحتى أكمل بناية اللي عم عمرها، لأنه ناقصها سيراميك وبلاط ومنجور، وبمعلومك بدي شلي قرشين لآخرتي، لأنه صار لازم ندور على حسن الختام، ومثل ما بتعرف حسن الختام ببلدنا حلم، حلم حقيقي يا ابو نجيب. حسن الختام؟ وليش هيك صاير عم تحكي مثل مرتي انت؟ توصينا بشي يا ابو نجيب؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. احسن شي يا ابني دير بالك على حالك وحاجتك بقى سفر وتعتير، حاجتك، يعني حاجه رايح هيك مثل سيئان مغربي. رايح جاي. لا خلاص خلاص. ان شاء الله هي اخر سفره. ابو نجيب اذا ملاقي حالك تعبان اليوم بلا روحتك على المحل. لا لا ما بني شيء ما بني شيء. شو بني؟ يو شلون ما بك شيء وانت مو قدران تسند طولك؟ لك ما عليك مني، بدبر حالي، بعدين انا اذا قعدت بالبيت بمرض، والله بمرض اكثر، بمرض. الحق معك روح، بس لا تتاخر، ارجع بكيرة. ايه برجع، ان شاء الله مفكرتيني ما راح ارجع بوشي على الترضي يعني؟ يو بدي ارجع لك على بيتي هذا، بدي ارجع، ما خلاني والله تعبت والله على الترضي، بدي ارجع. الله يرحمه. يا الله يا الله يا الله يا رحم الراحمين يا رب. مين ميت يا ترى؟ اللهم ارحمنا دنيا واخرة. الله رحمة الله عليك يا نورس، سبحان الدايم سبحانه. بس أكيد هي آخر سفرة، ما في مجال.
المؤديات يا ام شريف. الله يسلمك ويقويك يا ابو شريف. حبيبي بتحب جيب لك سكري ولا احط لك سكر عادي؟ لا لا سكر عادي. بتعرفي يا ام شريف طوال الليل وانا مالي نايم، طوال الليل وانا عم بتقلب. خير، شو اللي شاغل بالك؟ اخ ما بعرف يا ام شريف، من وقت ما حكينا ببيعت البيت وانا مشغول البال. هلا بدنا نضل نحكي بنفس القصة؟ مو بايدي يا ام شريف، مو بايدي، هذا البيت بعز عليه كتير، عشت فيه 60 سنة من عمري انا وابي وجدي، يعني بيعته واقفة مثل الهم على قلبي. بجوز، بس بكرة لما رح تقبض حقه ملايين رح تنسى كل هالشي. بعدين لو ما صار هلا البيت كبير علينا انا وياك، انا ما كنت سمحت لك تبيعه لانه انا كمان بحبه. شو نسيت؟ نسيت يا ابو شريف انه جبت ولادي كلهم فيه؟ بس بعد ما جوزناهم وكل واحد راح بحال سبيله الله يوفقهم، صار لازم نبيعه يا ابو شريف، خصوصي انه زبون واقف على الباب وبده اياه اليوم قبل بكره. دخليك اجوا مبارح شافوه مره تانية ولا ما عاد رجعوه؟ شلون ما عاد رجعوه؟ صاروا جايين 5 مرات بهالعشر ايام. هو بتعرفي لازم نبيعه لسبب واحد بس. وشو هو هالسبب؟ خايف يحلى بعين الدوله وتاخده مني بتراب المصاري، لاني على الهوى ما فهمت من المختار ابو ضياء انه الدوله عم تحط عيونها على البيوت العربي المهمه وعم تساويهم يا متاحف يا منشات سياحيه. ها وشو فكرك بتدفع الدوله؟ وشو بتدفع يعني من الجمل ادنه؟ يعني قديش فكرك بتدفع بهالبيت؟ يعني هو بالسوق بيجيب البيت 12 مليون بس الدوله ما بتدفع هيك سعر وما بيهمها سعر السوق. طيب وهذا ابو الخوف قديش بيدفع؟ يا ستي هذا عوف ابو الخوف من اهم مسؤولين البلد، يعني عنده مليارات الدولارات وبظن انه بيدفع هيك مبلغ، يعني اذا ما دفع 12 مليون بيدفعون 11 مليون. وقديش هدول بيطلعوا على الدولار؟ وشو بهمك من القصه انت؟ شو بيعرفني؟ خايفه علي ينضلع او ينكسر هذا ابو الخوف. يا ستي بيطلعوا 250 الف دولار مثل ما طلبنا. يو من طرف الجيبه يعني. الله يتمم على خير وريح لي بالي قبل ما اموت واشتري لك كل ولد بيت صغير يتقاوى هو وعياله فيه. الله يديمك ويقويك ويطول عمرك يا ابو شريف. سيدي المعلم بانتظارك. صباح الخير سيدنا. صباح الخيرات. شو صار بالبيت العربي؟ شغالين سيدنا، شغالين. شلون يعني شغالين؟ ألو صباح الخير أبو فداء، شلونك؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله. نعم؟ أي طيب طيب على عيني. أنا رح أبعث لك مفرزة من عندي تحرس الطريق بالوقت المحدد ولو أنت بتأمر أمر. أي على عيني ولا يهمك أبو فداء، بس شو بدي أقول لك؟ يعني هي عادة نحن بناخد عليها 200 ألف دولار، بس مع جنابك ما بنسترجي. بدنا الرضا يا سيدي. الله يخليك، مع السلامة. اليوم المساء الساعة 11 بتبعث لي مفرزة على الطريق الشمالي بكامل عناصرها وأسلحتها حتى تسهل مرور شاحنات أبو الفداء على الحدود. لا تخليهم يكتروا أسئلة وخليهم يسهلوا مرور الشاحنات مهما كان العدد، وخلي يرأس المفرزة أبو سالم، هذا عنده خبرة كبيرة. أمرك سيدنا. وشو صار بالبيت العربي؟ إمتى التسليم؟ سيدي بصراحة نحن لحد هلا ما فتحنا صاحب البيت بموضوع السعر. وليش ما فتحتوه؟ شو ناطرين؟ سيدي الرجل طلب 12 مليون ليرة سوري، رغم إني حاولت نزله بس أصر بالنهاية على 11 مليون ليرة. بقى شو أمرت سيدنا؟ نحن جاهزين. انهيلي الأمر بسرعة وتفعله مليونين. سيدي أكيد ما رح يرضى. وليش لحتى ما يرضى بقى؟ ليش؟ شو رسم ماله عليه؟ بقديش جده شهري؟ يا دوب كان حقه 10,000 ليرة. ما بعرف سيدي بس عطوه مليونين ومهلة إخلاء 15 يوم، وإذا عمل مشاكل خدوا مفرزة وطلعوه بالقوة وبلشوا الهدم فوق راسه. أمركم سيدنا. Thank you.
وغيره شو فيه؟ سيدنا مشان أرض يعفور. قديش مساحتها؟ حوالي 10 دنانير سيدنا. شو بتأمروا ندفع له؟ مين صاحبها؟ سيدنا فلاح اسمه عزة السقباني. فشو بتأمروا نحن جاهزين؟ قديش فكرك ندفع له؟ سيدنا على هوا سعر السوق، يعني الدنم بهالأيام هي بيسوا حوالي 5 مليون ليرة. ولك شو أنت ما بتفهم؟ ولا صاير العقلك وشي؟ أسعار الأراضي أسعار وهمية، هاللعبة هي لعبة تجار العقارات الأرزال. بقى فكرك مين رح يحط التاني تحت باطه؟ التاجر الذكي ولا المسؤول القادر؟ والله يا سيدنا القرار قراركم. لك شو قصتك أنت؟ شو قصتك؟ اشتهيت تفيدني برأي سديد ولو مرة. شو اسمك مدير أعمالك كان؟ سيدنا أنا بخاف يكون رأيي غير دقيق، وما شاء الله حضرتكم بهالموضوع. تدفع له 500,000 بالدنم، يعني 5 ملايين لكامل أرضه، وخليه يوقع على صك تنازل. لا تروح لحالك، خذ معك مفرزة، لا تأذوه، خلي المفرزة توقف مع جنب، أنت بنفسك فاوضه. أمرك سيدنا. غيره جميل عندك شيء؟ ألو، أهلاً أبو جاعر، أهلاً بكم، شلونك؟ لا والله مبارح حجزوا لنا مقصف بجزر الأميرات، إيه عشيت هنيك مع رستم بلهموت وأبو عرفان الشفطة. جميلة ما بنقول لا، بس صوت نانسي عطية أحلى. مور يا سيدي. نعم، كم نمرة؟ 2 إدخال مؤقت ووحدة أمنية. طيب على عيني أبو جاعر. على عيني، غالي والطلب رخيص. الله معك يا سيدي، مع السلامة. سجل عندك 2 إدخال مؤقت ونمرة أمنية لأبو جاعر، وأنا من رأيي تعطيه البي ام اكس 5 يلي إجتنا مبارح مع النمرة. أبو جاعر عم يخدمنا، وخلي له إياها مفاجأة لأنه بكرة عيد ميلاد ابنه جاعر. خطي. أمرك سيدي. إيه جميل، غيره عندك شيء؟ سلامتك سيدنا. عفوا سيدنا، في صبية صار لها كذا يوم عم تيجي لهون، عم تقعد على باب المحرسة من الصبح للمساء، صار على هالحالة أكثر من 20 يوم. فشو بتأمر سيدنا؟ خليها تدخل. على راسي. خير يا بنت، هدي حالك، هدي حالك شوي، هدي حالك. مشان الله يا سيدي تساعدني، بوس ايدك يا سيدي تساعدني. ماشي الحال، هلا بسمع قصتك، عدي لشوف هون، عدي. خليني واقفة سيدي. عدي وانت مالك يا اعصابك حتى افهم منك، عدي. امور سيدي. ليمون بارد. على عيني. شو اسمك يا صبية؟ خدمتك نهلة سيدي. نهلة شو؟ نهلة مخولاني سيدي. خير، شو قصتك انتي؟ سيدي انا لي اخ صار له محبوس اكثر من 5 سنين، ما بنعرف وين ارضي. الله يخليك يا سيدي، دخيلك يا سيدي ببوس ايدك. ما بدنا اكثر انه نعرف اذا كان طيب ولا ميت، عايش ولا متوفي. والله ما بدنا منك اكثر من هيك يا سيدي. شو اسمه اخوكي؟ هلال مخولاني يا سيدي. نعم؟ هلال مخولاني. صدقني يا سيدي، ما لي طالب من جنابكم، لا أنا ولا أهلي، لأنه نطمن عليه وتسمح لنا بزيارته. الله يوفقك يا سيدي. الله يصلحه، لو ما كان عامل شيء ما كنا قربنا صوبه. سيدي أنا ما عم أسألكم إذا كان عامل شيء ولا لا، هذا شغلكم وأنتوا أعرف فيه. الله يديمكم لهالبلد يا سيدي. بس يا سيدي أنا بس طالبة منك إني أطمن عنه وشوفه ولو كل 6 أشهر مرة. الله يخلي لك ولادك يا سيدي. الله وكيلك، امي صار معها القلب وابي مشلول وقاعد بالبيت وخايف يموت قبل ما يشوفه. طولي بالك يا نهله، ما خربت الدنيا، كل شيء له حل. يعني ممكن اشوفه؟ عرفتوا وين ارضي؟ شربي ليمون وروقي دمك. الله يسلمك. قديش عمرك يا نهله؟ 22 سنة سيدي. ما في فرق كبير بيناتنا بالعمر، ها؟
شو قصدك؟ انت وين ساكنه؟ بالتحاليل سيدي. شو بيشتغل ابوكي؟ بصلح حنفيات، عامل صحيه يعني. شوفي يا نهله، انا رح اسعى ورح خليك تشوفي اخوكي، مع انه هالشي ما صار لغيرك لانه وضع اخوكي حساس. الله يطول بعمرك. اكيد ما في شي ما بيصير اذا استوعبنا بعضنا. عفوا شلون يعني؟ يا نهلة انت بنت فقيرة ودرويشة وجميلة خزيت العين عنك، وانا حابب ساعدك من كل قلبي. الله يخلينا اياك ونولك اعلى المراتب يا حق. بس بالمقابل انا عندي شرط صغير. ها امور، انت بتأمر امر. بدي منك تتجوزيني. نعم؟ مثل ما سمعتي، بدي منك تتجوزيني. ما فهمت علي. كتير صعبة المسألة، انتي عجبتيني وانا بدي اتجوزك على سنة الله ورسوله. معقول؟ ليش مو معقول؟ شو انا اول واحد بتجوز يعني؟ بقى شو قلتي؟ الله يخليك يا سيدي، بس انت مقامك وين ونحن مقامنا وين؟ ايه ما كن مقامي هلأ؟ شو قلتي؟ ما عندي وقت، جاوبيني خلصيني. ما بعرف يا سيدي، ما عم بستوعب يعني حضرتك حضرتي بده يتجوز حضرتك، فهمتي بقى؟ بس جنابك هلأ عرفتني. هلأ عرفتك وهلأ بدي اتجوزك؟ شو كفرنا يعني؟ وبعدك إذا كان أخوكي ما له عامل شي خطير إني ساعده وإسعاله ببراءته كمان. هذا كان أملي يا أبو الخوف. يعني موافقة؟ أنا لك شبكي خايفة يا حياتي على سنة الله ورسوله، شو ما بتفهمي بالشرع أنت؟ ليش مرعوبة؟ ورح سكنك هون بالفيلا ورح يكون متأخرك عالي، بقى فكري على مهلك ولا تتباطئي بالجواب قبل ما غير تفكيري. ها يعني 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 إذا أنا يعني عفوا يعني ما عم تقول حضرتك يعني تسمح لي زور أخي؟ طبعا شغلي بإيدي. طيب ممكن تعطيني ورقة من إيدك وتدلني على محل سجنه حتى زوره؟ بعدين بس يحصل الخير إن شاء الله. بس أنتي فكري هلأ وعجلي بالجواب، اسمع أعصابي فايرة، ولما بتشوفي حالك من سجمة تعي لعندي. بيقلعوني تبع المحرس. ولا يهمك أنا بتصرف. ألو، شوف لي شو أخبار الموقوف هلال مخولاني وخبرني. الله معك. الله يجبر بخاطرك يا سيدي، الله يخلي لك حرماتك يا سيدي، الله يخلينا الله يخلينا يا كازي. لك شو عم تحكوا انتو؟ لا تطيروا لي علي من راسي، شلون بدي اقبض مليونين وحق البيت 20 مليون؟ هلا ليش عم تطلع وتقصر يا ابو شريف؟ اصل انت ما رح تقبض بايدك شيء. شلون يعني؟ يعني هلا انت رح تطلع من هذا البيت لبيت تاني شرح برح حديث قيمته مليونين ليره، ها هي. لسه بيقولوا لي مليونين؟ ولك شو مليونين انت وياه؟ لك شو جنيتوا؟ لا يا مدام، حسني ملابسك منيح لا تورطي نفسك بشي ممكن يضرك، بعدين روقي احسن انه ولك. لك شلون بدي اكون رايقه وانتو عم تلهبونا عينك كنت عينك؟ يا ابو شريف، ولا مرتك تضب لسانها احسن ما تندم، نصيحه. ام شريف خليني احكي انا وخليك انت على نصلك. ايه سيدي، وهي روقنا دمنا، شلون ركبت معكم تلعونا من بيتنا يصرنا فيه 50 سنه وحققوا اكثر من 20 مليون؟ الله اكبر، لسه بقول لي 20 مليون؟ ولك يا اخي منين جبت لي هالسعر هذا؟ منين بدي اجيبه؟ من السوق يعني، منين بدي اجيبه؟ اسعار السوق وهميه وبتحكموا فيها التجار. ولك ان شاء الله يتحكموا فيها العفاريت، المهم حق البيت 20 مليون. اخي انا ما بعرف ناقش المجانين، راح اعطيك هلا سنه تمليك لبيت بعدرة قيمته مليونين ليره، غير هيك ما عندي. يا حبيبي وبعدرة كمان؟ بدكم يانا نطلع من سوق ساروجا لعدرة؟ ليش شبه عدرة يعني؟ حرف ساقط، هواها نقي وضو الشمس، والعيشة فيها ولا أحلى من هيك. هاي سنة التمليك. عمي يا بتروحوا من وشي، يا قسما بالله قسما. طول بالك أبو شريف طول بالك، قولي على عمتي روحتوا الزلمة. اسمع يا أبو شريف، اسمعني منيح، هالحركات وهالزعبرة هي ما بتمر علينا، معكن أسبوع لحتى تطلعوا من هذا البيت، بقى لا تخلونا نطالعكم بالقوة لأنه محلو بحقك قدام الجيران. ويكون بعلمك يا ابو شريف انه هذا البيت بده يعلم معلم للمصلحه العامه. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم ولا عظمي، صاص خلع رقبتكم خلع يا قباش. بعدرة؟ لك انا ابو شريف صاحب البيت الشرقي الجميل، زتوني بعدرة؟ طبعا،
لأنه أبو الخوف مصادر 20 بيت لحسابه بعدها من ملاك الحكومة، يعني مو دافع من جيبه ولا قرش. يا رب ساعدني، شو بدي ساوي؟ يا رب بعد عن الظلام اللي ما بيخافوك يا رب. قال بدهم يفتحوا متحف، قال أي يفتح قبرهم إلهي. اللهم عفوك ورضاك. اسمعي يا أبو صالح، هي كلمة ورد غطاها. معلمنا أبو الخوف رجل حقاني وبيخاف ربه وما بياكل حق حدا. هالخمس ملايين رح تاخدهم ما صحوا لجدي وجدك. بقى الله يرضى عليك، لا تعمل علينا الشطارة، حل لي هالموضوع بسرعة. الله يرضى عليك. ولك شلون بسرعة؟ إيه أنا صار لي 20 سنة رافض بيع الأرض حتى يتحسن سعرها، بقى بدك يعني هلأ انهي لك الموضوع بسرعة؟ شلون صارت هاي؟ الأرض هاي يا أبو صالح بده ينبنى عليها فندق 5 نجوم ويمكن يكون 7 نجوم كمان. البلد بتتقدم وتتطور يا أبو صالح، لذلك ما في ضرورة أبدا توقف بوش التقدم الحضارة، لأنه بكل بساطة رح نعتبرك طابور خامس. أنو طابور هاد؟ أرض بيعفور بتوحد يلي خلقها، واندفع لي عدنهم 4 ملايين وما كنت بيع. هلأ جايين انتو هيك بكل بساطة بدكم تدفعوا عدنهم ب500,000؟ شو الشغلة، صلبطة ولا عوانطة؟ حبيبي هالأرض انت ورتانة ورته، لأنك تعبان فيها ولا من يحزنون. يعني انت باختصار واحد طماع وكسلان قاعد وحاطط رجل على رجل وعم تستنى لحتى تغلى، بقى بدك بدهم 5 ملايين؟ ليش يا حبيبي؟ شو هالزلمه هاد؟ لك بدك تقبض 50 مليون هيك على البارد المستريح؟ لك شو مفكر العالم جدبان قدامك انت ولك؟ لك يا رجل حميد ربك، اللي معلمنا بده يشتريها ما حدا تاني غيره، يعني هي ما صحت لجدي وجدك. ولك يا عمي هاي الارض مو من حقي انا بس، هاي من حق مرتي واولادي واحفادي. لك شبه 5 ملايين بيشتروا لك 5 بيوت بمساكن فلاحية، ولا أحسن من هيك، كل بيت 1,000,000 ليرة. ولك أنا مساكن فلاحية؟ أنا أولادي دكاترة ومهندسين. هلأ بلا حكي مصدي، بتحب توقع العقد هون ولا ناخدك تمضي هنيك؟ وين هنيك يعني؟ ما بعرف، أنت أدرى. أخي وقع وخلصنا، طلعتنا روحنا. تيك تيك. هاي شيك ب5 مليون، تحاك بعبك تحاك، تفضل. مبروك يا أبو صالح، هيك بيعمل الأوادم. شو ما في مبروك؟ أراحتك، السلام عليكم. بابا ليش هيك ساويت؟ مو حرام اللي عملته؟ ليش هيك فرطت بالأرض بهالسهولة؟ أنو أحسن يا صالحة، فرط بروحي ولا فرط بالأرض؟ سلامتك بابا، بعيد الشر عنك. ما شفتي شو عملوا بأبو نعيم لما رفض يبيعهن الأرض بخان الشيح؟ شو قلتي يا نهلة؟ موافقة؟ موافقة. برافو عليكي، هذا اللي توقعته منك يا عروس، ذكية، لأنه قلت لحالي مو معقولة تفرطي بهيك فرصة بهالسهولة. طيب وإمتى بدي أشوف أخي؟ بعد العرس مباشرة. يعني هذا هو الشرط؟ لا لا أبدا مو شرط، بس حتى تكون فرحتك فرحتين. خد أبو شريف البس عبايتك، سيارة العفش سبقتنا لعدرا والتاكسي عم تنتظرنا برا. قول الله. أبو شريف، أبو شريف، أبو شريف، رد علي يا أبو شريف، أبو شريف، قولي ما تستلمي، ما تستلمي يا أبو شريف. الله ينتقم منك يا أبو الخوف، الله لا يوفقك يا ظالم، الله يهدك مثل ما هددتنا. أبو شريف، أبو شريف، أبو شريف.
انت هون يا عمري وانا عم دور عليكي. صباح الخير. صباح الخير. امتى فيني اشوف اخي هلال؟ هلا هادي اللي طلع معك صباحيه العرس يا ساميه. مور سيدي. حطينا الفطور تحت. على عيني. شو بتحبوا اقدم لكم؟ اسالي العروس. شو بتأمري مدام؟ مثل ما بتحطوا بالعاده. على عيني. انا بحب العسل بالقرفه على بكره. بنشيت. وامتى رح تتصل مشان زور اخي هلال؟ ولا يهمك رح اتصل. ما بدك تنزلي تفطري؟ يلا لحقتك. يلا. سيدي امتى بتكون طلقوها؟ حالا. ارضوها بقرشين وخليها تحل عن سمانة. عفوا سيدي، بس بالعقد مكتوب 5 ملايين ليرة. يا مرحبا عقد. عطوها 100,000 ليرة حاجتها، مو محر زي المسألة. كلها جوازة يوم واحد. ايش هم فكرة حالة الأميرة ديانا؟ أمرك سيدي. الله معك. يا ذابح العنقود خضب كفه بدمائه بوركت من سفاحي. أدب الشراب إذا المدامة عربدت في كأسها ألا تكون الصاحي. يسلموا يسلم الدم. شو هاد؟ أكيد هذا الكلام لأبو النواس. ما حزرت يا رفيق، هي للأخطل الصغير بشار الخوري. في أبيات جميلة لشاعر لبناني بخالف للشي اللي عم تقوله يا أبو الخوف. والله إذا حلوة ما بيهمني إذا كانت مخالفة أو مطابقة. هات سمعنا لشوف. شر الورى من عاش طول حياته في الخمر منهمكا وفي لذاته، قد ضيع الدنيا وأذهب عقله، والدين أصبح من كبار عداته، وكفاه من خزي مقولة قائل لا تصحب السكران في حالاتي. لا هيك نزعت يا أبو جواد، نزعت تماما. ما نزع يا أبو جمانة؟ بلى يا سيدي نزع. يا ريح ريشه. أسقنيها بأبي أنت وأمي، لا لتجلو الهم عني أنت همي. مرحبا. لا لن أبو العلا. أهلا وسهلا. بزمتك بتحلى لك السهرة بلانا؟ لا والله يا أبو الخوف، السهرة من دونك مو حلوة. وشو بك متجهم الوجه عابس الجبين؟ يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. أمرك بك. حطوا لنا صباح فخري ملا الكاسات. لحظة أبو الخوف لو سمحت. خير. شوفي شايفك مو على بعضك. سمعت آخر الأخبار؟ أخبار الجزيرة الفضائية؟ لا، أخبار اجتماع القيادة الصباحي. ليش اجتمعوا؟ ما لهم بالعادة يجتمعوا الصبح. صحيح، بس اليوم كان عندهم اجتماع استثنائي. وشو سبب هالاجتماع يا ترى؟ بصراحة السبب هو أنت. أنا؟ وشو صار بالاجتماع؟ أقالوك من منصبك. شلون؟ قالوني؟ بالإجماع. عم تحكي جدي أبو العلا؟ ولو أبو الخوف، أم نسترجي نمزح معك هيك مزحة؟ وشو كان رأي أبو الحكام؟ وقف ضدك. وأبو البشر؟ صوت ضدك.
وابو سماح كلهم مجمعين على اعفائك من منصبك. مجمعين؟ وما تحقق اجماعهم الا ضدي؟ ولك معقول يرموني بعد ما خدمتهم عمري كله؟ ما عم صدق يا ابو العلا. معقول يعفوني من وظيفتي وانا اللي مسكت لهم البلد ومشيتها مثل ابره؟ لك معقول يستغنوا عن خدماتي بعد ما عملت المستحيل حتى يبقوا بمراكزهم؟ لك ابو العلا انت السيد العارفين؟ انا ياما مرقت لهم، ياما تغاضيت، ياما عملت يلي ما بينعمل مشان يتنعموا بحياتهم ويناموا على ريش العام. وبعد هالشي انطبشت الشربة براسي؟ اصفيت خارج اللعبة انا؟ هيك نهايتك يا ابو الخوف؟ ولك يلعن الغدر وقلة الوفاء ما بشعهم يلعنهم. مالك ملاحظة إنه البابا صاير قليل الكلام؟ قليل الكلام وبس؟ ما بيحكي بنوب إلا الكلمة الضرورية. طيب ليش؟ شو السبب؟ يعني معقولة كل إنسان تستغني الدولة عن خدماته؟ بيتعقد وبحط الحزن بالجرن وبيسكت؟ ما بعتقد إنه هذا هو السبب. لكان شو السبب برأيك؟ بابا مالل ومتضايق من الناس اللي كان يجوا لعنده لما كان الأمر ناهي، بس بعد ما ترك منصبه ما عاد حدا أجل عنده وما عاد حدا من المسؤولين سأل عنه مجرد سؤال. يمكن هذا هو السبب. فعلا سلاف، كل اللي عم تحكيه مزبوط. إيمانك ملاحظة أنه تليفوناته صارت قليلة؟ خزيت العين ما كانت تهدى لا ليل ولا نهار. هو لو كان إخواتي سامر وعامر موجودين هون بالبلد لهم تأثير عليه ويمكن يطلعوا من حالة الحزن اللي هو فيها. سامر وعامر إيش بده يجيبون لهون؟ عايشين بأمريكا عيشة الملوك، ولما بيجوا لهون ما بيصدقوا إمتى يرجعوا. مزبوط عم تحكي يا رغد، لأنه هنا لما كانوا يجوا لهون كانوا يجوا مشان يشوفوا أمهم قبل كل شيء، بس لما توفت ماما الله يرحمها ما عاد ما خطرنا على بالهم ولا بالسنة مرة. ايه قومي قومي نقعد مع بابا شوي. يعطيك العافية بابا. الله يعافيكي. بتريد تشرب شي؟ اعطيني جمايكا وكتري لي الأناناس. مرام جمايكا بالأناناس لبابا. حاضر. تسمحي لنا نقعد معك بابا؟ بابا ممكن نسألك سؤال؟ تفضلي اسألي. بس ما بتزعل منا؟ لا احكي ما بزعل. يعني حاسين انا وسلا بصراحة اكبر كل طاقم اللي اخذ انك زعلان وحزين وما انك سعيد. وصل لك شهرين على الحالة، يعني من وقت ما تركت الوظيفة بقى. شو السبب؟ ما بعرف، ما عم يطلع بايدي يكون سعيد. طيب ليش؟ يعني ما شاء الله وكان عليك، لساتك شاب وعندك مال وصحة وشركاتك ماشية والكل بيحزك على وضعك المالي. الشغلة مو قصة شركات ماشية ولا واقفة. طيب ليش زعلان؟ شو اللي زعجك؟ يا بنتي اللي رح أقوله صعب تفهميه أنت وأختك. أنا كنت على رأس السلطة وكان إلي صولة، كان إلي جولة، والكل بيأتمر بأمري وصلاحياتي غير محدودة، والسلطة مع المال قوة. أما المال لحاله ما بيكفي، ومثل ما لكم شايفين التجار المليارديرية كتار، بس عدد المسؤولين القادرين قليل. والدليل كل غني بيحب يكون صاحب سلطة وبيحلم بهالشي، بيحلم يصير رئيس وزارة، وزير، رئيس غرفة، حتى عضو بمجلس الشعب. المهم يدخل المعترك السياسي بمصاريه. ولما سحبوا البساط من تحتي بدون علمي وبدون مقدمات حسيت بالغدر والخيانة وقلة الوفاء. هذا مع العلم أني خدمت كبار المسؤولين بهالبلد خدمات خيالية وتخطيت اللوائح والمحظورات كرمالهم، بس ما فرقت معهم ورموني بعد ما انتهى دوري مثل ما بيرموا العلبة الفاضية. تليفوني أخرس صامت، ما بيرن إلا حتى يجيب لي أخبار الصفقات والمصاري والأسهم. أنا يا بناتي غير سعيد، غير سعيد بحياتي. ليش؟ شو السبب؟ ما بعرف، مالي مرتاح. بابا نحن مقدرين وضعك ولهالسبب حابين نقترح عليك اقتراح. شو رأيك تشغل حالك بكتابة مذكراتك؟ منه بتملي فراغك ومنه بتبوح الورق بمشاعرك، ورح تكسب المكتبة العربية كتاب مهم لرجل عظيم مثلك. بقى شو رأيك؟
تفضل معلمنا. تريد شيء ثاني معلمنا؟ اعترافات مسؤول مخلوع. لم يعد للحياة معنى في نظري. كنت ذا عز ونفوذ وجاه وسلطة، وكان الجميع يتسابقون لكسب ودي أو اتقاء شري وسطوتي، ولكنني الآن أهوي من حالق وأسقط من علٍ لأجد نفسي مدفونا مع أموالي التي تكاد تجرفني كما يجرف ماء السيل العارم صخرة كانت تظن بأنها لا تتزحزح. لا أدري مبعثا لحزني وكآبتي. لم تكن حياتي بالمثالية، ولم أكن أقيم وزنا لقانون ولا لعرف ولا لمشاعر إنسانية. كنت أقفز فوق جميع الأسوار وأخترق جميع الممنوعات والخطوط الحمراء. كانت سلطتي غير محدودة، وكانت الدروب أمامي ممهدة سهلة المسالك. لا أحد يحاسبني ولا أحد يتجرأ على مساءلتي. لقد أرخوا لي الحبل على الغارب حتى أقع في شر أعمالي فيبطشوا بي. وكانت حياتي العاطفية ملوثة مشبوهة ماجنة، وكنت أنفق بلا حساب على ملذاتي وصاحباتي اللواتي لم يكن مخلصات لودي. أسكرتني خمرة السلطة، ولم أكن أعرف حلالا من حرام قط، وكنت أكره من ينصحني، فقد كان الناصح بنظري ساذجا ثقيل الظل ولو كان نصحه في الصميم. والآن بعد خروجي من أتوني السلطة سالما بأموالي غانما بعدم سجني، لا أدري مبعثا لكآبتي وحزني. ورغم ثراء الفاحش وأموال الطائلة أحس بالفقر الذي يجتاح روحي وبالفراغ الذي يجعلني ريشة في مهب الريح. إنني أفكر في كيفية التوقف عن متابعة الحياة. ربما كان الجحيم أفضل، ولا شك أن ابنتي صارتا تكرهانني ولا تحبان في إلا النقود والنعيم المقيم الذي هما فيه. أما أولادي فقد أنستهم الغربة والسفر البعيد أمري تماما. مرحبا خالد. أهلا وسهلا. بإيش رحتوا؟ بالبورش. إيه بس ما فيها بنزين. إيه ولا يهمك، دبرنا حالنا. وين البابا؟ عم يكتب فوق. مرحبا بابا. إن شاء الله عم يطلع معك شي حلو، بس بدك تقرانا شو كتبتها. ليش تأخرتي انت وياها؟ بابا ما تأخرنا، بس يعني نزلنا على السوق. أنا ما فهمتكم لا تتأخروا؟ بابا تأخرنا غصب عنا لأنه بنت السفير عزمتنا. بلا سفير بلا بطيخ مبسمير، لبقيتوا تطلعوا خطوة واحدة بدون إذني، فمانة انت وياها؟ روحوا على الشاليه وتركوني لحالي. شو صاير له بابا؟ ليش هيك صاير عصبي؟ والله ما بعرف. لا وكل ما نجي لنفرحه بيزعل اكثر. لا وكل فكرنا انه بس يكتب مذكراته رح ينبسط. ايه بس الهيئه مو هيك ابنه. فظاعه شو متغيره طباعه، كثير متغيره. ليش هيك عم يصير معه؟ سيدي اجى لعندكم مطيع ابو النجا. بدون موعد؟ نعم سيدي. وينه هلا؟ بالصالون سيدي. لاحق. أهلين مطيع. أهلين أبو الخوف. شو أخبارك؟
الله يعزك ويقويك ويطولنا عمرك. شلونك انت يا رفيق عمري؟ عايش لساتني عايش. ان شاء الله العمر الطويل كله. شو بتحب تشرب؟ بدي بلادي ميري مع رشة فلفل بسيطة. وين ما عدت شفتك ولا سمعت صوتك بعد ما طلعت من الوظيفة؟ مشاغل حبيب عمري مشاغل. تعرف انت الشغل ما بيرحم. وشو يلي ذكرك فيني هلا؟ ولو الضفر ما بيطلع من اللحم. ولهالشي قصدك بخدمة لو تكرمت علي وما رح انسالك هالمعروف طول عمري. شو بدك مطيع؟ بدي منك تسعالي عند معارفك حتى يوافقوا لي عمر بناية بالوجيبة الكبيرة اللي بين عمارتي وعمارة جيراني، والنافق انه هالمحافظ الجديد قبض لي اياها جد وما عم يسمح لي اطلع ببناية 10 طوابق. ايه بس هلا انا خارج السرب طاير بالسما لحالي بدون مجموعة. ولو يا ابو الخوف، انت معارفك كتيرة والكل بيتمنى تطلب منه طلب، ويا ما انت خادم ناس. بقى الله يخلي لي اياك، بدي منك هالطلب الله يخليه، ولا تكون متشائم لهالدرجة يا رجل. بس انا يا مطيع صدقني يا ابو الخوف، لبيني هالمرة وما عاد احرجك بحياتي. يسلموا مرام. حاضر. هاتي اللاسلكي. الو. مرحبا ابو الندى، انا ابو الخوف. هلا ما عاد تعرفني؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. كيفك انت معلم؟ انا منيح. وينك ابو الندى؟ بدي منك تسعالي برخصه استثنائيه مشان عماره بعشر طوابق لصديق قديم. والله اسف يا ابو الخوف، انا بدي اخدمك من قلبي، بس هذا الطلب صعب شوي. وليش صعب بقى؟ لانه هالمسائل ما عاد فيها استثناءات. ارجوك تقدر موقفي. انو موقف هاد؟ انا بعمري ما طلبت منك طلب معقول تخجلني بهالصوره؟ صدقني ما بقدر يا ابو الخوف، انا اللي طلعت قرار ممنوع الاستثناءات بنفسي، ما بقدر ناقد حالي. معك حق، كل شيء ولا تناقد نفسك. الله يعطيك العافيه، مع السلامه. لا كل عن شرفك وشرف يلي كسر نفسه لك مني وعلي. لك بتعرف هذا ابو الندى اللي عم بطلب منه هالخدمه كم مره خدمته انا؟ لك كاني مره كنت قريبه من لبنان بدنا حلم ربك، شاحنات مليانه بالممنوعات الخطيره انا كنت مره له اياها، اعطيتهم وفاءت 15 بير حتى يحفرهم بمزارعه ودراب السخن تبعه، سمحت له يتجاوز بعمارته 5 امتار على طريق بلودان، وهلا شفت عينك ما بيقدر الاخ، ما بيقدر، بيعتذر. روي روي ابو الخوف، ما في داعي تزعج حالك مشانه. ابو يحيى بيقدر يخدمنا بهالشغله، انا واثق انه لو اتصلت فيه. بلا ابو يحيى بلا بطيخ، اصلا انت على بعضك ما زرتني حبا لشخصي، زرتني مشان منفعتك الشخصيه. انا بس لك ما في واحد منكم بيحبني لشخصي، ما في واحد بهالكائنات بيتمنى لي الخير لوجه الله تعالى، حتى اولادي وبناتي. روي يا اطلع من هون، اطلع، روح من هون، روح، خلصني، نزل يلعنك. وين البابا؟ عم يتمشى مع ماكس بالشاطئ. امشي نلحقه. ما بدي، بخاف يخانقنا. طيب وين حطيتي الوكمان تبعي؟ جوا بالغزانة. شو ها؟ اكيد هدول المذكرات اللي عم يكتبهم بابا. قريتيهم شي؟ لا. امشي نقراهم. Thank you.
بابا يكون هيك؟ يا ترى عم يحكي عن حاله ولا عن حدا تاني؟ قومي لعنده قومي. اوعك تقولي له انه قرينا المذكرات، يعني معقول قول له ليك والتانية؟ شو عم تساوي هون لحالك بابا؟ ما مليت؟ الا لحالنا بنيجي بنسليك وبناخذك معنا على الغدا. ما جد بابا؟ اتركوني لحالي شوي. يعني معقول نتغدى بدونك؟ عم قلكم اتركوني لحالي شوي. بابا طول كتير، اتصلي فيه. بس موبايله هون. خالد مري انسي رغد، روح شوف البابا وينه. تكرم عينك. بصراحة ما بعرف شو صاير له البابا، لا عم يقبل دعوة حدا ولا عم يعزم حدا على البيت وما بده يشوف حدا. بقى هالشي طبيعي برأيك؟ لا والله مو طبيعي يا رغد. يا ترى مين بيقدر يطالعه من هالحالة؟ ما في إلا الدكتور فرانسوا سمعان. بكرة بتصل فيه وبخليه يجي لعنا ويزورنا. مثل ما شرحت لك دكتور. تفضل. شكرا معلمنا. حساس شوي وما عم يقدر يتأقلم مع وضعه الجديد وهو خارج السلطة. معلمنا مرحبا. أهلين، كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله منيح الحمد لله. ممكن نحكي شوي أنا وياك؟ قالي زمان ما شفتك. أنت دكتور وأنا مالي بحاجة لدكتور. أنا جاي كصديق. من وين لوين؟ الله معك. خالد مر معلمنا. قوموا بواجبه وتركوني لحالي. حاضر، تفضل دكتور. الحياة لم تعد تعني عندي شيئا كثيرا. معلمنا لازم ينزل لحاله ها، لأنه بصراحة عنده حالة اكتئاب وعدم توازن نفسي بيهدد بالانفصام لا سمح الله. دخيلك ساعدنا يا دكتور. لا تتركنا لحالنا، لو قلعك أرجوك. راح أعمل جهدي. شو رأيك تقلي له عن المذكرات؟ لا لا أوعيك، هي أسرار ما بتنقل لحدا. مرحبا. أهلين. أمور عركوت موجود؟ مين حضرتك؟ يخرب بيتك هلا ما عتعرفني، انا ابو الخوف. اهلين معلمنا، تفضل. اهلين معلمنا. شوف يا عركوت، انت زلمه ما بتحب الحكي وانا زلمه عملي، ومليت من حياتي وبدي منك تقتلني لقاء المبلغ اللي بتحدده. قلتلك على الخالص حتى الموت. طيب شلون بتحب؟ واص ولا دعس ولا؟ لا واص. امتى؟ بعد شهر بتاريخ 12/7 حتى خلص كتابة مذكراتي، وبيحكم يوم الاثنين. قديش بتريد؟ شو بدنا نطلب من معلمنا ابو شاكر؟ هات مليونين كاش ولو انك يعني خسارة للبلد، بس الشغل شغل، ما في عواطف ولا اكل هوا. أنا واثق فيك يا عركوت وبتمنى تبيض وشي. ألف طلب مثل الطلب معلم. خاطرك ما شربت شي؟ أبو شاكر أنت اللي بدك تقتله وإلك نص مليون من هدول، فشو رأيك؟ من ايدك هاي لايدك هاي معلم. يا مرام. نعم. جيبي لي سندويشة جبنة وكاسة شاي والحقيني فيها لو تطي. امرك بابا. ما قدر احكي معنا. طب شو عملنا له؟ معلش ابوكم مريض ولازم تتحملوه، والدكتور فرانسوا ما راح يتركوه، بكره رح يمرق لعنده.
صباح الخير. فاق بابا؟ اي نعم، طلع لفوق يكتب. صباح الخير بابا. صباح الخير. صباح الخيرات. شو شايفتك متنشط اليوم وفايقة بكير، ما بدك تقرأ لنا شو كتبت؟ مو شغلكن. بابا ليش هيك عم تحكي معنا؟ بابا انت انسان عظيم وما لنا غيرك بهالدنيا. بابا والله الحياة حلوة كتير، ليش هيك متشائم؟ ليش ما بتفتح صفحة جديدة وبتنسى الماضي والناس؟ لمين تاركنا؟ اخواتي برا مو سائلين عنا وما لنا ام فوق راسنا وما عنا. بابا اذا كان في غلط بحياتك بيتصلح، ومو انت اول مسؤول ولا اخر مسؤول بيتسرح. الله خلق التوبة وخلق الاستغفار والرجوع عن الخطأ فضيلة. بابا انت بتعلم بلد، يعني عيب نحكي معك هيك حكي. بابا اذا صار لك شي نحن منموت، بيهون عليك فينا. وشي طبيعي انه الانسان يخطئ ويتمادى لانه ضعيف، بس يعني شو بس؟ شو عرفكن اني انا مخطئ؟ بصراحة قرينا مذكراتك بالصدفة. قريتوها كلها؟ بابا انت انسان عظيم، واذا كنت حاس حالك مخطئ مع الناس فسهل كتير انك تراجع نفسك وتصلح غلطك. وبامكانك تتبرع للجمعيات الخيرية وترد حقوق الناس وتشوفهم بعين الحب والتعاطف والرحمة. قرب من الناس، حبهم بيحبوك، كن جميلا ترى الوجود جميلا. مو هيك كنت تقلنا دائما؟ طلع حواليك، اختلط بالناس، اطلع من عزلتك هي وتواصل مع البشر، توب لله عز وجل وكل شي بيتصلح. انت املنا يا حبيبي، لا تتركنا لحالنا. علمنا، تفضل شرف. شو يا عركوت؟ شايفك انت اللي عم تفتح الباب. ايه والله، ابو شاكر بمهمة سرية بافريقيا، بده 3 ايام ليرجع. ما بدي اطول عليك بالكلام، انا بدي الغي الاتفاق يلي كان بيناتنا بخصوص قتلي ب 12/7. بس هيك يا معلم، نحن رح ننظلم. ولا يهمك، المبلغ اللي اخذته مني مسامح فيه. ماشي؟ ماشي سيدي ماشي، يكتر خيرك ويعطيك طولة العمر يا سيدنا. بخاطرك. مع السلامة. مهوني مهوني. يا أهلين بابا، أيامك مرحبا فيكم. سيارة جاهزة معلمنا. يلا. بدك تتأخر بالشام بابا؟ لا والله 3-4 أيام، بدي مر على هالناس وسلم عليهم، وبيني وبينكم اشتقت للشام وأهلها. يلا بالإذن. الله معك بابا، دير بالك على حالك. باي.